ما هو أصل الحجر الأسود؟ هل هو من الجنة؟ وهل كان لونه أبيض؟ وهل كان حجمه أكبر من حجمه الحالي؟ الحجر الأسود من شعائر الله، شرع الله لنا أن نقبله وأن نستلمه وأن نبدأ الطواف من عنده وننهيه به. وأما السؤال مش أصله وش، هذا ما له داعي، ما علينا منها، ما أمرنا بأن نسأل وش أصل الحجر ومنين جاء ومن وش لونه من أول، هذا ما لنا فيه فائدة. علينا أن نؤمن أنه مشعر من مشاعر الله، وأنه يستلم ويقبل أو يشار إليه، وأنه يبدأ منه الشوط وينتهي به الشوط.